قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية مشى في زيارة عمل وصديقة لفرنسا، صارت فيها برشا حاجات، أهمها سعيد يقول إنه ماكرون رئيس فرنسا وعده باش يعمل لنا قطار فائق السرعة يربط بين بنزرت والجنوب التونسي. حلم. حلم ما نصورش يتحقق. مع برشا تعطيلات في تونس ما نصورش أنه يخلوه يحقق حلم كيف كان نجم يقع في دول متقدمة، أما في تونس لا. حتى ولو تحقق الحلم هذا، اليوم المواطن يسأل شنو هو المقابل؟ المقابل أكيد باش تقع تنازلات مع فرنسا. التنازلات شنو هي؟ الله أعلم، يبقوا هما اللي نجموا يجاوبوا عليها مكبرات. أما حسب رأيك يعني لازم يكون فما مقابل لكل حاجة فرنسا تعطيها لتونس؟ أكيد، ما فماش واحد ما فماش حاجة إنسان يصيد الرب هكاك. ما نتصورش أنا تعطينا حاجة بدون مقابل، يلزمنا ندفعوا من خيرات بلادنا أو ندفعوا من حاجة موجودة. صحيح احنا باش تعود لنا بالفايدة، لكن هي ما تنجمش تعطي حاجة بدون فايدة. حاجة باهية ومزيانة برشا. إن شاء الله كلامه صحيح. نفترضوا كلامه صحيح ونفترضوا يعني يوفي بوعده، شنو هي المقابل حسب رأيك؟ هذا هو اللي يصعب تفسيره. الله أعلم أختي. طلع عليه راهي اشترى تونس باش تمشي لفرنسا. تو جد عليك انت، تو هذه فما حاجه ببلاش. تي هي بطبيعتها هاي لا امبوسيبل ببلاش. ما نصدقهاش. احنا كان حرنا فيه. خلينا فيه ما بالك ترامل بنزرت البنقردين. ان شاء الله. شيء ما نصدقهاش، أنا واحد شخصيا ما نصدقهاش. فما اللي يقول لك حتى كنا نصدقها معليش باش يعمل حاجة كيما هذه. ثم حاجات ما أهم. ما فضلوش مشكلة الكامور باش يفضل مشكلة النقل اللي هي عندها سنوات وسنوات وإحنا نعانوا فيها. صعيب شوي. هذه مسكنات. مش صحيح. هذه يسموها المسكنات من 2011، حربوش في كاس ماء ذوب واشرب ارتاح راسك من الوجع. المواطن اليوم يقول لك حتى لو كان بالحق تصير يعني حكاية القطار هذا، شنو هي المقابل نتاعو؟ ما عنده حتى مقابل. ما عنده حتى فاعلية في الشعب التونسي. ولذا كان اللي باش يحل بيه يعمل بيه قطار يمشي يعمل بيه مشاريع، الناس تخدم البطالة تخدم بالحق وتلفتك الجهات للرياف الأمساك المحرومة من ثم ناس تو ما عندهاش الضوء ما عندهاش الماء من الآخر. ثم ناس في الرياف تو هذه الساعة ما عندوش الضوء يشعل بجازة. ويقول لي ما نعمل قطار من بنزرت للجنوب ورئيس فرنسا باش يعمل لي مزيه. قلنا مسايب عليك من حكايه الفارغه يا ولدي، هذيك مسايب عليك. قلنا عيشوا في الواقع. قلنا مخاطبوا الناس وروا للناس اعطوا الناس بالحق. الناس خلت تاكل خبز والناس خلت تخدم ارواحها ولا تمنيه زي قطار مش يطلع في كرسي. انا من بنزرت في القطار للجنوب ايش عندي؟ ايش عند المواطن باش يمشي من بنزرت للجنوب؟ ايش يحوس؟ ايش يعمل غدا؟ يمشي يقعد يخدم على اولاده في الجنوب يقعدوا في الجنوب في بنزرت يقعدوا بنزرت يخدم على صغاره. هذه حكاية ترى يعملوا فيها هذه. والله هذه تو التعامل ما بين الدول حاجة باهية، معناتها ينجموا نكونوا تسلفوا، معناتها الناس الكل تنجم تعمل الشيء هذا، نجموا احنا زاد هما يستحقونا في حاجات، هذه معناتها حاجة باهية تفرح فرنسا، ايطاليا، هولندا، الدول الكل، فهمتني معناتها في مصلحة البلاد، خاطر تو أنت تقول قيس سعيد ينجم يكون حل، لقى حل من حلول اللي موجودة في البلاد، فهمتني؟ هذيك باش الأخرى الاقتصاد يطلع برشا حاجات تصير في البلاد حاجه باهيه، وثم احنا ما عندناش حاجات باهيه. شنو هي انت الكيران اللي تشوف فيها كلها ماهيش كيران، كي تلمهم الكل ما تجيش كار واحده في فرنسا ولا كار واحده في ايطاليا. كان ما فماش مقابل، هي ما تجيش باش تعملوا، اما فما مقابل ما فماش واحد يعطي حاجه بلاش. بعد هذا دون احنا ماذا بينا من احسن الى احسن تونس. احنا ماذا بينا بلادنا في تفوق، نحبوا بلادنا، عزتنا بلادنا، كي تخرج لبرا ويسهلوك انت منين تقول لهم انا من تونس، تفرح 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 تفرح. اعز حاجه بلادك نفتخر ببلادي. انا كي نشوف واحد تونسي في الخارج، كي نبدا في الخارج، انا ديما نمشي للخارج، نشوف واحد من تونس نفرح، كاني ريت اهلي الكل، كاني ريت فاميلتي الكل، كاني ريت عرشي الكل. نفرح برشا، نحب تونس، ماذا بيا تونس من حسن الى احسن. في لقاء ليه سعيد مع الجالية التونسية غادي وقعت حالة من التشنج، وفما مواطن تونسي حكى بطريقة غير محترمة يعني مع الرئيس، شنو رأيك؟ رأي هذا ما يصرش، رئيسنا أعز الرؤساء وإحنا نفتخروا به، وماذا بينا من حسن إلى أحسن رئيسنا به برشا برشا برشا. أنا ما نكذبش عليك، بعد بن علي عندي هو وبرجي أولا وبن علي، زاد ما نكروش فضله ما نشكروش عمل في تونس الحق، وهذا دخل على البلاد فارغه،
دخل مسكين على البلاد فارغه، هو مثقف وانا راه اللي يتكلم في رئيسنا هذا ماهوش عبد، ماهوش بشر، ماهوش بشر. احنا ماذا بينا رئيسنا تاج على روسنا، عيب مش به، قلة احترام هذاك، قلة تربية، ما يعرفوش قيمته، مازال ما يعرفوش قيمته، اعز الرؤساء هذا. اما الله غالب، احنا ياسر جاهلين، ياسر خليه يخدم على روحه، خليه بشوية قدرة الله السميع العليم. تونس ما تولي تونس بالحق، تونس كما كانت قبل، قدرة ربي إن شاء الله. هل المواطن التونسي بعد الثورة فهم الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فهمه بالغالط يعني ولا يتجاوز في حدوده؟ نعرفوا أنه يعني الاحترام في الخطاب، حتى تكون ماكش تخاطب في رئيس جمهورية، حتى تخاطب في مواطن كيفك فما يعني مينيموم بتاع احترام لازم تكون ما بينين. لازم يكون الاحترام. هو أولا فما ناس يصير تهطرت، فما ناس يصير سيبت، التسيب هذيك والتهطر هذيك، سيبوا العبيد خليها تخدم على ريحة، خلي الرؤساء تخدم على ريحة، خلي الدنيا تقف. مش مقبول طريقة احتجاج مشروع لكن بطريقة حضارية، ولو أنه صحيح الشعب غاضب وعنده الحق، لكن أنا شخصيا ما نقبلهاش بالطريقة هذيك. تعطي فكرة خايبة، تعطي فكرة خايبة علينا. احنا عملنا ثورة في بيننا للتحذر، مش ندعو للفوضى، وإن شاء الله خير. هذا شنو نقولوا احنا؟ أنا نستغرب برشا أحداث وقعت نورمالمون عندنا جالية تونسية، نورمالمون يعاملوه كرئيس، معناتها يعاملوه بطريقة محترمة أكثر من هكاك. حسب اللي قريته في الفيسبوك، أنا ما تفرجتش في المشاهد بالقدر. هذاك ماهوش متربي وما يعرفش قيمة قيس سعيد، على خاطر إنسان، خاطره إنسان قاري ومتثقف وجيني في مخه، ما يجيش حتى واحد كيفه في ثقافته، في قرايته، في علمه، في تربيته. راه قلة تربية وقلة احترام الرئيس تونس. ديما نخزر وما نحطوش راهو رئيس اي بلاد، يلزمك تحترم العبد اللي جاي منها. هو ذاك رئيسنا قيس سعيد، نتشرفوا به وتاج على روسنا، وما فماش واحد باش يجي كيف قيس سعيد في الرؤساء الكل بعد بن علي. بصراحه ما عندي منقول، حالة كان عاتي ربي نحترموها ذكى رئيسنا ويرحم والديه وبارك الله فيه، رجل متربي قاري، ويلزمنا نعطوه قيمته، خاطر هو عنده قيمة. الرجل هذاك عنده قيمة، رئيس وتاج راسي، هذاك رئيسنا وتاج راسنا إن شاء الله. فهمت؟ ما عندي ما نقول فيه. ماهوش معقول. يلزم نقدروا رئيسنا ونحترموه في الدول الاخرى، نحترموه قد زاد. علاه؟ اش بيه رئيس؟ لان احنا بلاد ضعفاء، لازم نتعاملوا كيك مع الدول القويين. وربي ان شاء الله يعاونوا قيس سعيد، وان شاء الله يخلوه يخدم، ان شاء الله يخلوه يخدم. ما كنت تشوفي انت الاحزاب اش عامله، كنت تشوفي الناس فهمتني ولا لا تتعارك في البرلمان، فهمتني؟ ويوم يتعاركوا يعود يمشيوا للثنيه صحيحه، ويمشيوا فهمني ولا لا للتنميه وللتشغيل وينهضوا بالبلاد. لا انت بيك وانت عليك، وش اسمها هي زغرت، يقولوا شو اسمها هي زغرت هذه، فكريني معي. يقول انا اعرف حتى زغرتة، انا زغرتة هي شو اسمها اخوي، اعوذ بالله من الشر الرجيم. هذيك وين تدخل البرلمان تعمل مشكل، تقومي تعملوا، قوموا بالتنمية وشغلوا البلاد وقوموا بالبلاد، وبعد تعاركوا على المصالح قبل. لا اخزر لي، كل واحد في قدره، لهنا نبدو نحكوا، كل واحد عنده مسؤولية، كل ويعرف العباد، ثم عباد راهي تخرج كلمة ما تعرفش، ما تتحكمش فيها. راهو الواحد نحن في 2020 معناتها الناس نتصور أن الناس كلها معناتها متربية، الناس كلها فهمتني، يعني غلط السيد هذا. حتى كان حكاها هكايا، أنا نقول له يطلب السماح وإن شاء الله يوافق، فهمتني؟ أما بالنسبة لحكاية الاتفاقية ما بين الدول، راهي حاجة باهية، راهي ماهوش معناتها تعمع فينا فرنسا، أعطانا فلوس، أعطانا 350 ميل أورو ولا قد إيه، معناتها ماهيش مستحقة لنا فرنسا، فهمتني؟
راهو هذه باهيه باهيه، مش شدها فرنسا بركة تنجم تعطينا امريكا وتنجم تعطينا دول اخرى، غير بركة نحن نفهموا نحن راهو الشعب تخلف حيط معناتها من الاقاويل والكلمات، وهذا يحكي هكا وهذا يحكي هكا، هك شفت انت توا على نظره عينك يعني. ما ان شاء الله البلاد بخير، وان شاء الله اللي شد ان شاء الله يمشي في الباهي، وان شاء الله اللي غلط ان شاء الله يتصلح، وان شاء الله بخير تونس. اول حاجه كما رئيس جمهوريه من باب الانسان، من باب التربيه، من باب الاخلاق، فهمتني؟ ما يحكيش معاه بلغه خشبيه، فهمتني؟ يلزم يحكي معاه بالتربيه، اذا كان انت وصلت قابلت رئيس جمهوريه يلزم تحكي معاه بالتربيه وبالمنطق الحلو، على الاقل كي يسمعك بواتو يقول يرحم والديه، ما يقولش هذا مش متربي وتتسب في جرتك ملاي. اي جالي في تونس، اي جالي في تونس، تونس يعيش في فرنسا وشوف ايش حكى مع الرئيس بتاعهم، او قال لك معناها كلام خارج نطاق ومش مش مشمولاته. اما انا نحب نحكي حاجه واحده، يزون من الكلمات الفارغه، هذاك هو يخطون من الكلمات الفارغه، ترى من هاك المسكنات اختلف في السنوات تاعنا في الشعب ذي، باش نعمل خطار، باش نعمل كذا، باش نعمل كذا، سيبونا ذي نسمعوا فيها عند سين الرب، تونس مش ولا كي دبي، ما فماش منها حتى شيء.